على هذا فالمؤمن تمسكه بالأذكار وتحصنه بذكر الله عز وجل الواحد القهار مما ينجيه الله عز وجل به من ذلك كله. ومن الأذكار التي تقدم في مثل هذا الأمر لا يقدم شيء مثل المعوذتين، سورة الفلق وسورة الناس، وفي الحديث ما تعوذ متعوذ بمثلهما. كذلك ورد في آثار أن يقول الرجل أو المرأة: تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عن نفسي السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عن نفسي السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن الأذكار في هذا أن يقول العبد: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.